البشرة البحتة، الندبات، آثار حب الشباب والخطوط الدقيقة من أكثر المشاكل يلي بتعاني منهم البشرة. ولتكون بشرتك صحية خالية من هاي العلامات يلي بتأثر على رونق الجلد، ما عليك إلا تستخدمي الديرما بينا لتستعيدي وتعيدي شباب بشرتك وحيويتها. نحن هلأ موجودين بمركز إيلا دكتور عصام بيطار. اليوم شو رح نحكي وشو رح نعمل؟ اليوم رح نعمل ديرما بين ميزو. أوكي. ديرما بين ميزو فوائده هو بخفف الترهل بالبشرة، بخفف الخطوط الرفيعة، المسام شوي بيصغرها، بحفز الكولاجين والإلاستين. بتقدر كل الصبايا تقوم بهذا الإجراء؟ ما في بشرات معينة أو صبايا نحن بنقدر إلا الصبية أنت ما بتقدر تقومي بالديرما بين ميزو؟ لا بس إجمالا هي بشرة واحدة هي اللي رقيقة كتير. اللي عندها كوبي روز، عندها شعيرات دموية، هي منفضل ما تعمل. رح نبلش أنا وياكي مع الست الموجودة معنا لليوم. هلا نحن عم نحط المادة. لنبلش. فينا نقول انه هي شوي مؤلمة او شيء؟ اجمالا لا، ما كثير مؤلمة، لانه هي الابر بتكون بشكل عمودي على البشرة وسريعة كثير. فما كثير بتحس فيها الصبية الا بمنطقة الجبين، لانه منطقة رقيقة شوي قريبة على العظم، ممكن شوي تضايقة، بس ألم بسيط محتمل جدا. كم جلسة بتحتاج الصبية للديرما بين؟ كمان حسب المشكلة. ما فينا نقول جلسة أو تنتين أو ثلاثة. جلسة واحدة إذا حدا بس بده نضارة ممكن يعمل جلسة واحدة، أوكي. بس إذا في مشكلة مسام لا، جلسة ما غير كافية. لا ممكن تساعد كمان بتسكير المسام. طبعاً تصغر المسام بشكل كبير. طبعاً مو بس الصبايا بيقدروا يعملوا ديرما بين ميزو. طبعاً كمان بيقدروا الشباب. طبعاً يلي أكيد. بيحب مثلاً من الشباب اللي بيحبوا يعملوا نضارة للبشرة. طبعاً مو بس الصبايا، نحن ما بدنا نقول بس صبايا، لا كمان الشباب. وأنا ما بعرف كتير من الأشخاص يلي بيحبوا وبيهتموا، فكمان بيقدروا كمان يتوجهوا لمركز إيلا العناية بالبشرة ويهتموا ببشرتهم. في عدد مرات معين او محدد لحتى نحن نمرق عليها الابر؟ حسب المشكله. حسب نوع البشره وحسب المشكله. هلا هون الصبيه بشرتها سميكه وعندها كثير المسام واسع، من 3 مرات ل6 مرات. اوكي، لحتى تقدر الماده تفوت فعلا للبشره وتحرك الكولاجين مثل ما خبرتينا. ممكن كمان نوصل للرقبة؟ لا، بس لحدود الوجه. تمام. أوكي. عندها تهيج بالبشرة أو في عندها حبوب؟ عندها شوية آثار حبوب. غير الآثار، إذا في موجود حبوب وملتهبة، إذا حبوب ملتهبة نقدر نعمل لها ديرما بين؟ لا، بفضل لحتى تعالج الحبوب يضل الأثر تبعها تعمل ديرما بين. لحتى نحن نخفف من الآثار اللي بتكون موجودة لبعدين. تمام. من بعد ما انتقلنا سارة للجبهة، في كتير من الستات أو الصبايا اللي عم يحضرونا وإذا حابين يجوا على مركز إيلا حتى يعملوا ديرما بين ميزو، بجوز تقلك إنه أنا عاملة مثلاً بوتوكس أو عاملة مثلاً فيلر غطية فيها ممكن الحفر أو العريض الموجودة، تقدر تعمل فيها الديرما بين؟ لأنه في عنا إبر كمان، ما ممكن يأثر على الفيلر أو حتى على البوتوكس؟ لا ما بيأثر، بس بعد مدة معينة بعد البوتوكس أو الفيلر بشهر فيها تعمل هذا الإجراء، ما بيأثر نهائياً. قبل هيك ما بفضل. اوكي، رح نبلش هلا انا وياكي.
احنا لازم نحط شيء معين لحتى نسكر المسام ما يتعرض لشيء خارجي؟ تماما تماما، مو رمام، كريم انتي بايوتيك بس ليله واحده، من بعدها كريمات مرممه ما بيأثر. وهلا شو رح نعملها للصبيه؟ هلا بس بدنا نحط لها ماسك يرطب شوي، كمان فيتامين سي يهدي شوي من الاحمرار اللي صار. طبعا احنا بعد ما خلصنا جلسه الديرما بين شو حطينا لها للصبيه الموجوده معنا؟ هلا حطينا لها للصبيه الالجينات ماسك فيتامين سي. أوكي. هلا هذا الماسك اهم شغله فيه بعد هيك جلسه، بيهدي كثير الاحمرار، بيرطب الابتعاش. تماما تماما. أوكي. بيهدي البشره شوي وهي الصبيه بترتاح عليه، بنخليه تقريبا من 10 دقائق ل 15 دقيقه وبتكون خالصه الجلسه. وبعد ما نحن بنشيله في شيء رح نحط لها اياه على بشرتها؟ بعد ما نشيله نحن بدنا نحط لها بقيه الماده للابره وبدها تروح فيها على البيت لحتى هي بقى تبلش بالانتيبيوتيك اللي تمام. ممكن بالكريمات والمراهم. تمام. يعني يسلم ايديك حبيبة قلبي. اهلا وسهلا حبيبتي. في اكيد ان شاء الله الصبايا اللي عم يحضرونا يكونوا استفادوا من الاشياء اللي قدمتيها لليوم، واللي الصبيه حابه تتوجه لمركز الدكتور عصام بيطار.